شركة صدح بالله مشروع عار مرنت دقلها لودي أنا سوق بنقابين كنت جيس كنت بريدك شقوين كمشروع أنا كقيب قادنا ين هاي ذا فلية دولة بنتلان يكوا هر عالمية دنيا مشروعا شركة أو شركة دومية وزيركة وزارة قرشين تبنتلان محمد سعيد فرولي أيام مدد يوسف دو حلقو صوب دقة حق حمبارسن مشروع شقوين كي لقبتي لجوجلستي إيه قرشها رمرنا ذا مشروع أقسمها واحدة قرشين تا أنا أقسمها جودة وزارة قرشين تورمرت الرقالها يسكاشي عالمي قاي دورد بنتلان أبح عبد الرشيد محمد أي أقورين ففاينك بحس شركة إيا جنديه سا وحن كوكبرينا شيرو ليني إلا تي سي سي ميتين وليه هاي مشروع قرمرت الرقالها لوليه هاي أيلد تلوضع سنة استغلطة شركة وحاقبتها تيم ليلادو تي سي سي ممبرز تيم كاسو حوهي وفودقة اسكت بريدكا شغوين كمشروعة وحي السمية ماند وكلي من اي كلن كان يسوهيان هيا ذا هفرن هاي مشروعة هيا ذا دولد ايه المستقرية هيا ذا انترناشنال باتناس كافي هيا ذا دولد ومشروعة كان مدفرية وكاين يسوهي مالان وكان سيدة اوالها نعم مشروعي وحيا بصومي وزيرك قرشين تورمون انت دقالا يسكاشيغ عالمي غاية دولد بنتلان محمد سعيد فرولا يوكو نحن حصد مشروعا يامي دول لياهو مدرير بنتلان اينا دير تاياب كوو شقيو تي سي سي 2019 كيو بلوضي مشروعا انو مشروع انتي وحقبت في حنولها دولد بنتلان انغاقو شقينا يو نويها غاب انفعوا ديفلومنتيا او qaabeen ka shaqeynaya in developmentigu ay noqoto mid sustainable ah ee dhinaca outputki iyo dhinaca strategic iyo wada shaqeynta institutionska iyo wasaaradaha iyo implementeriska ba it's a unique approach way and collective action kaasi waa i think waa feasible ka oo rasmiga oo ka shaqeyn doona wadanka in noqonayso multi sectoral ka oo isugu keeno oo implementeriski iyo line ministerki ay isku wada yimaadaan oo qorsheeyaan kadibna si synchronize mashruuca loo fuliyo marka taas waa amaan TCC iyo shaqadiisa ahmed barda tv graadiya dowladda puntland garow